سيد ساطال محمد رئيس جمعية أصدقاء من البيئة، في إطار الحملة الولائية التي أطلقناها لتهيئة المساحات الخضراء على مستوى ولاية غليزان، أرانا متواجدين بحي 760 مسكن الديانسي حي الانتصار لتهيئة المساحة الخضراء المتواجدة بهذا الحي. وحقيقة لقينا تجاوب كبير من طرف المواطنين للحي، ورانا نهيئوا في المساحات الخضراء، وكذلك نثمن القرار السيد الوالي في إطار الحملة أو التنصيب لجنة إعادة الاعتبار لمدينة غليزان، وتنصيب 6 ورشات من بينها ورشة المساحة الخضراء التي نحن عضو فيها، وإن شاء الله نحاول بشر الاعتبار للمساحات الخضراء التي شهدت تطورا ملحوظا على مستوى خاصة بلدية غليزان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ محمد شلفي عضو في جمعية الرحمة الخيرية، شاركنا اليوم مع أصدقاء حي ديانسي وجمعية أصدقاء أمينة في هذه الحملة، حملة التشجير والتنظيف التي أطلقها السيد والي ولاية غليزان. نشكر جميع الشباب اللي كانوا واقفين في هذه المبادرة، نشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى إن شاء الله ما تكونش هذه الأولى والأخيرة، ونوجه نداء لساكنة ديانسي هنايا باش يحافظوا على الزجر، راهم شغل راهم أمانة عندهم، منا على عامين إن شاء الله ولا نصيبهم أشجار مثمرة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. شكرا. نشكر الجمعية الولائية الولائية الخيرية للرحمة، وندعو سكان الانتصار 720 مسكن للحفاظ على هذه الأشجار لتكون لنا أجرا عند الله تعالى. بسم الله، ندعو الأطفال الحي بالاعتناء بهذه الأشجار وسقيها واعتناء بها. السلام عليكم وصحة رمضانكم، ونشكروا الجمعية الخيرية اللي مساهمة معنا هنا، نقينا الحي، ونشكروا الناس تاع الحي معنا هنا، ونطلبوا من السلطات باش يعاونونا نقوا الحالة هنا، راهي عندنا كارثة هنا تاع الوسخ وحاشاكم راكم بالها هنا، نطلبوا باش يعاونونا ويوقفوا معنا ويعطونا الماتريال ونقوموا بالحي إن شاء الله حنا، وإحنا اللي نرفدوا الحي تاعنا. ونشكروا الجمعية اللي قامت بالمبادرة، هذه، ونشكروا على راسها الشيخ محمد الشلفي راه قايم لنا بالحي هنا، والشيخ معنا مصطفى هنا ومحمد ساطال وهاوينا الشيخ العزيزي مساهم معنا في البلديه، وان شاء الله يوقفوا معنا مع الحي، ورانا مع الحي تاعنا احنا اللي نقوا، احنا اللي نوقفوا معه ان شاء الله يا ربي.